اي انسان مادام تدخل العمل السياسي لازم تكون عنده عنده الكتاب لانه ما يقدرش يدخل العمل السياسي يصرح بدون انه عنده الكتاب انت راك حاس روحك واجد انه تدخل في هذا الميدان وعندك الكتاب لا بأ... لا الكتاب واجدين. مادام الانسان راح يدخل السياسه سي نورمال راح يدخل في صراعات مع شخصيات راح يدخل صراعات مع حكومه يدخل صراعات لازم يكون محصن اوكي